اللي قدام عينها واقفة على التل. لا تقول ما شافت، يعني المشهد واضح أمام عينيها تنظر إليه وهو يفحص التراب بيديه ويرفس الأرض برجليه، ويئن أنين رقت له قلوب الأعادي انهارت. جثت زينب على ركبتيها، لطمت صدرها بكلتا يديها، صرخت ونادت حسين، لكن ما إن صرخت زينب بهذه الصرخة وإذا بكعب الرمح بين كتفيها. يا ويلي يا ويلي، وقائل يقول زينب ذهب المانع. يلا قومي قومي عنك فقومي، وألفي بعد عزك الإذلال، أنت مسبية على كل حال، فالبسي بعد عزك الأغلال يا زينب على الشاب حل حسين بالعين، تشوفهم والسداهش العالم بلوني، صاح الرجس بن سعد وين اللي يذبح حسين، فتت مرايرنا بهالون الخفيه. اتناخوا على حز الكريم وصار الصياح، كل من دنا يم ارتعد من خزر التوراح، ومن الرعب حتى من ايده صار مهطاح، وسفا غش عليه وبقى مدرمي. يعني ماكو حتى مكان أن يقترب من المولى إلا ذلك الشقي اللعين، شمر الخنا من عاين مغشي لفالة، وصدر حوى الأسرار من رب الجلال. رخصتكم يا غيرة الله ابن الرجس داسه نعالة، فتح عيونه وانتبه شبل الزكي عليك فخار في ذبحي، ونه ونه والزلزلة والصاي يلا شماير ما ينفع، يا حسين راح الراي بيك انتهى، ازنا الفير صايا ولي لانك عفير طاي، دق التراوت وعايا مشرد الخيا، بعد باقي ون على التل اذا تسمعني ياها يا حبيبي، نادت ودي اوصل مصرعك وانجذل، لكن اش بيدي لازمه عليه يتامى حسين، لا يقدر السجاد ينهض كان جينا
خدك نوسدى وبالدمع نغسل الطبرة. صح ونادي وأحسن فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. قبل عزانا في مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا نفس همومنا اكشف كروبنا غفر ذنوبنا عجل لنا في